السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا اير دروبين جدا مهمين، خاصه الاير دروب الاول. الاير دروب الاول اللي عملي اسمه سيلو، طبعا الى شبكه خاصه فيها، مثلا الايثيريوم الى شبكه بلوكشين خاص فيها، الباينانس الى شبكه بلوكشين خاص فيها، سولانا كذلك الامر، بولكا دوت كذلك الامر. طبعا اصدقائي هذا الاير دروب هو لشبكه اسمها سيلو لانش، تمام؟ طبعا خلال هذا الفيديو انا راح اشرح كيف تضيف هاي الشبكه على محفظه الميتا ماسك. اذا انت بتستخدم الكمبيوتر على متصفحك الجوجل كروم، طبعا بتثبته بشكل عادي، بتنشئ محفظه بشكل جدا سهل، انا شرحتها عده مرات سابقا. اذا بتستخدم الموبايل نفس الشيء، فيك تروح على جوجل بلاي تحمل محفظه ميتا ماسك وطبعا وتعمل محفظه وتقوم بالخطوات اللي راح نقوم فيها خلال هذا الفيديو. اول شيء لازم نضيف الشبكه الخاصه بهي العمله. اما بالنسبه للعمله الثانيه طبعا هي قائمه على الفاينانس سمارت تشين، نحن كمان بنأديها بشكل سريع. انا شرحت طبعا مرات سابقه كيف تقوم بالايردروبات الخاصه على شبكه الفاينانس سمارت تشين، مشان هيك رح ركز على طبعا المشروع الاول الخاص بالسيلو، لانه لازم نضيف الشبكه على محفظه الميتا ماسك. طبعا اصدقائي بالنسبه لايردروب السيلو رح ينتهي بعد 7 ايام، رح يربح منه 2000 شخص. طبعا ممكن يكون الربح اكثر من 100 دولار وهذا شيء كثير كويس، عشان هيك مثل ما قلنا اصدقائي هذا الايردروب جدا مهم. حاول تقوم باقل شيء بعشر مهمات من المهمات الموجوده، طبعا كلها مهمات بسيطه بتاديها يعني ببضع دقائق بتكون مؤدى هاي المهمات. اول شيء لازم نضيف الشبكه الخاصه فيهم. شايفين اصدقائي بروح انا على هاي الصفحه، راح احط لك اياها كمان بصندوق الوصف، سيلو لانش، مشان اضيف العمله الخاصه فيهم. مثلا بنتقل انا على الميتا ماسك، بضغط على الشبكات الموجوده عندي، بروح على كلمه اد، هاي اللي هون اد نتورك، وبعبي بيانات الشبكه. رح جيبهم انا بالترتيب، تمام اخي الكريم. طبعا هاي النتورك نيم، باخذ اسم الشبكه نسخ، برجع للميتا ماسك بحط هون النتورك نيم، الثانيه اللي هي نيو ار بي سي لازم اخذها كمان نسخ، برجع لهون شايف اصدقائي نيو ار بي سي، الثالثه هي تشين اي دي كمان باخذها نسخ، بحطهم بالشكل الصحيح مشان ما يصير معي مشاكل، هاي تشين اي دي. بعدين الرابعه اسم العمله او كرنسي سيمبل او رمز العمله، تمام اصدقائي بحطها هون. رابع وحده هي هاي الشبكه الخاصه فيهم او العنوان الخاص فيهم، باخذه نسخ، برجع ل الميتا ماسك بحطها هون، بروح على كلمة سيف وبنتظر تحميل الصفحة. طبعا هيك حفظ معي شبكة السيلو مثل ما كنتم ملاحظين اصدقائي، والعنوان الاساسي الخاص بالميتا ماسك صار باستقبال طبعا هاي العملة، شايفين صفر سيلو. الله بنكون من الرابحين نحن او انتم، تمام اصدقائي. هلا باخذ عنوان، شايفين اصدقائي باخذ عنوان المحفظة الخاصة فيي وبنتقل للاير دروب لحتى أدي المهمات. أول شيء بيقول لي هون، ثاني مهمة يور سيلو وولت أدريس، بحط العنوان اللي جبناه من الميتا ماسك، بعمل كونتينيو. طبعا هلا راح يحفظه، ممكن يعطيني كباتشا بس لحتى يتأكد إنه أنا إنسان طبيعي أو أول مهمة، تمام أصدقائي بحل كباتشا. طبعا حليت الكباتشا أعطاني 10 نقاط أو 10 نقاط. روح على كلمة يور تيليجرام أكاونت، بحط عنوان التليجرام الخاص فيه هون بشكل صحيح وبعمل له كونتينيو، او اسم المستخدم، تمام اخي الكريم بحط اسم المستخدم بشكل صحيح وبعمل له كونتينيو. طبعا هيك اعطاني صح عليها، بيقول لي جوين سيلو لانش تيليجرام كوميونيتي، يعني الكوميونيتي الخاص فيهم، بروح على كلمه كليك هير بنضم للمجتمع الخاص فيهم على التليجرام، تمام اخي الكريم بعمل جوين جروب وبرجع على الاير دروب، بروح على كلمه كونتينيو، تمام حسب لي اياها جوين سيلو لانش تيليجرام شانيل قناتهم على التليجرام، كمان بعمل اوبن ان تيليجرام جوين شانيل وبرجع على الاير دروب بعمل كونتينيو. صار فيني سكر هدول اللي فتحناهم، تمام اخي الكريم هي كمان انضافت معنا، هذا الموقع الخاص فيهم بس لازم اعمل له زياره، بعمل كليك هير، طبعا بروح زياره على الموقع الخاص فيهم، بضع ثواني فقط لا غير، برجع على الاير دروب بعمل كونتينيو، تمام اصدقائي راح يحسب لي هلا زياره واعطاني النقط، بسكر الموقع، بروح على كلمه جوين سيليو لانش ديسكورد سيرفر قناتهم على الديسكورد. حال ما كان عندك حساب عمل حساب على الديسكورد، جدا سهل كانك بتعمل حساب على التليجرام او فيسبوك، يعني شيء جدا سهل، تمام. راح اروح انا على قناتهم على الديسكورد،
بقبل الدعوة، تمام أصدقائي، بقبل الدعوة هون، بعملوا أكسبت. طبعا هيك احنا صرنا بالقناة الخاصة فيهم. فيني ارجع للايردروب، بعمل كونتينيو مشان يحسب لي النقط، تمام أصدقائي، حسب لي النقط. روح على بعدها انه تابعون على تويتر، روح على فولو. صار فيني سكر الديسكورد، مثل ما قلنا الديسكورد مثل التليجرام، شيء قريب على التليجرام، يعني شيء جدا سهل الاشتراك فيه، ما تلاقيه صعب يا اخي الكريم، جدا سهل. واغلبيه الايردروبات الجديده عم تطلب ديسكورد، كثير منتشر بالدول الاوروبيه. طيب روح هلا هون على تويتر، بعمل له فولو على حسابهم على تويتر، وبرجع على الايردروب، بعمل كونتينيو. اللي بعدها كمان ريتويت، هو بكون مجهز لي اياها، تمام اصدقائي. طبعا بس بروح لتحت انا على كلمه ريتويت هاي اللي هون، بضغط عليها، بعمل ريتويت، وبرجع على الايردروب، بروح على كونتينيو، بيكون حسب لي اياها. كمان اللي بعدها اخي الكريم هاي تويت، كمان بضغط عليها، تويت اون تويتر، بيقول لي تاج لثلاث اصدقاء، يعني اعمل تاج لثلاث اصدقاء. بروح على تويت هاي اللي هون مره ثانيه، بضغط عليها، او بعمل اشاره لثلاث اصدقاء. طبعا ما ضروري يكونوا اصدقائك، اختار ثلاث اشخاص عالميين وحط، طبعا اذا ما عندك اصدقاء حط ثلاث اشخاص عالميين، ما في اي مشكله، وشو ما كان، وعمول تويت، تمام. طيب انا راح اختار ثلاثه مثلا، حبيب الملايين، راح احط لكم ايلون ماسك، هاي ايلون ماسك. ثاني واحد فيتاليك تبع الايثيريوم، صاحب شركه الايثيريوم. وثالث واحد، وثالث واحد راح نحط مثلا سي زد، صاحب شركة باينانس. بعمل تويت، طبعا انا ما بعرفهم لكن ما بيأثر، بنعمل لهم تويت، تمام اصدقائي. برجع للايردروب، بروح على كلمة كونتينيو هاي اللي هون، بضغط عليها، بيقول لي انه روح على قناتهم على اليوتيوب، اعمل لهم زيارة، بعمل فيزيت. صار فيني سكر تويتر، ما عاد له لازمة مع هذا الايردروب. طبعا اذا حابب فيك تشترك، مثلا انا بعتبر مثلا هاي القنوات بتكون متقدم شيء كويس، فشبكات جديده ممكن اشترك فيها. عم بفتح هاي الفيديو عندهم، تمام اخي كريم، وبكتب عليه اي تعليق، او فيني اخذ هاي تعليق كمان مثبت هون، باخذه نسخ مثلا، بعلق انا كمان، تمام اخي كريم، بعمل له تعليق بكل بساطه، وبرجع على الايردروب، فيني احط التعليق اللي علقته هون، بعمل كونتينيو. طبعا اصدقائي حسب لي اياها وفتح لي اخر خانه اللي هي خانه الاحاله، هذا الرابط الخاص فيه انا بوزعه للاصدقاء لحتى ازيد فرصتي من هذا الايردروب، يعتبر من اهم الايردروبات الشغاله هذا السنه، ممكن تربح منها اكثر من 100 دولار اخي الكريم، لا تضيع الفرصه، ممكن ما نربح يعني، طبعا يكون حظنا قليل، لكن بتمنى نحن وانتم نكون من الرابحين. طبعا اصدقائي هلا بننتقل للايردروب الثاني، شايفين هذا الايردروب راح يربح منه 3000 لاكي وينرز، يعني راح يربحوا بشكل عشوائي، تمام اخي الكريم، راح يربحوا كل واحد منهم 200 قطعه، بيطلعوا 6 دولار، سعر القطعه 0.03 بيطلعوا 6 دولار، وهذا شيء ما انه سيء. كمان بتمنى انا وانتم نكون من الرابحين، هذا الايردروب بينتهي بعد 23 يوم، هذا بيعتمد على باينانس سمارت شين بيب، شايفين اصدقائي بيب 20 بي اس سي، يعني فيك تجيب عنوان محفظه الباينانس من تراست وولت، تمام. اول شغله نحن هون بنبلش فيها لحتى يفتح لنا اخر شيء خانه الاحاله وخانه الوولت، تمام. بنبلش اول وحده اللي هي نتابعهم على تويتر. ممكن اول شيء يقول لك اشترك بوحده من وسائل التواصل الاجتماعي اللي يفتح لك الجليم، او طبعا هي الصفحه المسؤوله عن الايردروبات اسمها جليم، لحتى تفتح لك هاي الخانات. بروح على حسابهم على تويتر، بروح على كلمه فولو، بعمل لهم فولو، تمام اصدقائي، وبرجع للايردروب، بعمل كونتينيو. صار فيني اسكر هلا هاي اللي هون، برجع على ريتويت مرة ثانية، نعمل لهم ريتويت لطبعا المنشور الموجود، شايفين اصدقائي كلمة ريتويت هاي اللي هون. طبعا هو مجهز لي كل شيء، بس انا بضغط على ريتويت، وبرجع للايردروب، بعمل كونتينيو.
اللي بعدها ان يتابعونا على التليجرام، بعمل جوين ناو، بتابعون بعمل لهم جوين للجروب الخاص فيهم، برجع على الايردروب اللي زور 3 ثواني زياده، كمان برجع بزور 3 ثواني ثانيات، انتهوا 3 ثواني. اذا ما حسب لك الاعداد بشكل صحيح بس ارجع اعمل فيو من هاي النقطه. تمام. طيب بروح هون على كلمه كونتينيو، راح يحسب لي هلا المهمة، طبعا حسب لي اياها جوين تليجرام شانيل، هاي قناة خاصة فيهم، كمان بعمل اوبن جوين شانيل، بنتظر 3 ثواني بعدين حتى ارجع لصفحة الايردروب. طبعا برجع للصفحة هلا بعمل كونتينيو لايك، طبعا هاي الصفحة الخاصة فيهم على الفيسبوك، بروح على طبعا هاي الجملة اللي بيكون مكتوبة، طبعا بنعمل لهم اعجاب هون بالصفحة، برجع على الاير دروب بعمل كونتينيو، طبعا حسب لي اياها للنقطة، بروح بعد على كلمة شير بوست، شايفين اصدقائي شير ناو، بنزل على طبعا المنشور المثبت بعمل له مشاركة، تمام اصدقائي مشاركة الان الاصدقاء، وبرجع على الاير دروب بعمل كونتينيو. طبعا اخذنا النقطة، بنروح على اللي بعدها اللي هي انه تابعون على ديسكورد، بنتظر بس يفتح معي التطبيق. تمام اصدقائي بعمل اكسبت انفايت، قبلت الدعوة، برجع على الايردروب، بروح على كلمة كونتينيو، طبعا حسب لي النقطة صار فيني سكر صفحة الديسكورد. اللي بعدها انه فيزيت طبعا قناتهم على اليوتيوب، بروح بحد على كلمة كونتينيو، لازم كمان اقضي 3 ثواني داخل القناة لحتى يسمح لي ارجع. تمام. اللي بعدها ادعي الاصدقاء، شايفين اصدقائي هذا رابط الدعوة الخاصة فيي، انا بدعي الاصدقاء لحتى زيد فرصتي للربح من هذا الايردروب. انت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء، ايردروبات جدا كويسة. اخر وحدة عنوان محفظة الباينانس سمارت تشين، شايفين اصدقائي فيك تجيبه من تراست وولت، لا تجيبه من محلات ما بتقبل التوكينات. طبعا جبت العنوان الخاص فيه انا من تراست وولت نسخ، راح احطه هون، بعمل كونتينيو، طبعا بكون اديت هاي المهمه وبنتظر التوزيع بعد 23 يوم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما، دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.